تعال اخدك على ماراثون اخر، وان كان ماراثون الطف كتير مما لا شك فيه، وهو المتعلق بماراثون الثانويه العامه بتاعتنا عندنا في مصر. اكتشفت اكتشاف رهيب بما انه بنتي في ثانويه عامه، يعني انه الثانويه العامه في كل الشهادات في كل انواع التعليم غلسه بايخه، دمها تقيل. الثانويه العامه الامريكاني، الثانويه العامه المصري، الثانويه العامه الامريكاني، الثانويه العامه الفرنساوي، البريطاني، الالماني، غلسه قوي. كلها كم ساعه وينطلق هذا الماراثون. مهم عندنا بالمناسبه بعد هذه المقدمه العصماء واللي ممكن تبقى ما بين العاطفه والمنطق، خلينا نتكلم شوية على الثانوية العامة أكتر، ونتكلم على آخر استعداداتنا في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. معايا على التليفون الزميل العزيز والصديق الأعز شادي زلط، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. ازيك يا شادي؟ أهلا وسهلا، ازيك يا يوسف؟ عامل إيه الأخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام، تمام الحمد لله. ماراثون الثانوية العامة أخباره إيه؟ الحقيقه يعني الامور الحمد لله يعني ماشيه بشكل جيد جدا، في استعدادات مكثفه ويمكن في اجراءات كتيره خدناها خلال الفتره اللي فاتت بناء على توجيهات من الدكتور رضا حجازي. اجراءات سواء متعلقه بحملات توعويه خاصه بكل تفصيله من التفاصيل المتعلقه سواء بالامتحانات سواء بالمحظورات سواء اجراءات التفتيش لدخول اللجان، لم نترك تفصيله من التفاصيل الا وتم التوعيه بها بشكل كامل وبشكل مكثف خلال الفتره الماضيه. عظيم. وخليني يمكن اكد لك ان حتى الاجراءات المتعلقه بحتى كتابه البيانات والرقم الجلوس، طريقه الاجابه في البابل شيت، الاجراءات التفتيش نفسها، ايه هي المحظورات داخل اللجان سواء الاجهزه الالكترونيه او الغش او الغش الالكتروني، وايه العقوبه اللي ممكن يقابلها الطالب سواء في حاله يعني محاولته او قيامه بمحاوله الغش الالكتروني داخل اللجنه او الغش العادي. كثفنا ده بشكل كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت، بالاضافه بقى كمان بالتوازي ان كان في توجيهات من الدكتور رضا حجازي طبعا للاجراءات الخاصه بانتظام سير اللجان سواء فيما يتعلق بتفعيل كاميرات المراقبه داخل كافه اللجان. احنا بنتحدث عن 1981 لجنه على مستوى الجمهوريه. تم التنسيق بشكل كامل مع وزاره الكهرباء علشان طبعا انتظام سير انتظام التيار الكهربائي داخل اللجان خلال الفتره الامتحانيه. طبعا عايز اقول لك ان كاميرات المراقبه دي متوصله ايضا بغرف العمليات سواء الفرعيه على مستوى المحافظات او المديريات التعليميه وبغرف العمليات المركزيه داخل الوزاره، فاي محاوله ليها يعني مشكله او محاوله غش او تهدد سير اللجنه هيتم رصدها على الفور والتعامل معاها. طرحنا كمان امبارح بتوجيه من الدكتور رضا حجازي خطوط ساخنه لتلقي الاستفسارات والشكاوى من اولياء الامور والطلاب بشكل مباشر مع غرفه العمليات المركزيه علشان خاطر ان يتم التعامل مع اي مشكله وحلها بشكل سريع. يعني الحقيقه ان في اجراءات مكثفه جدا. طب ده شيء عظيم جدا، وتمنياتنا يا رب لكل الولاد بتمام التوفيق، ويا رب يا رب كلهم يجيبوا درجات عاليه وشدوا حيلكم معاهم يا شادي، ربنا يقويكم. كل الشكر ليك يا شادي، كل الشكر لشادي زلط المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم.